جودة. يا شيخ والله انه يقلب الهرج يا ابن الحلال، والله ما قلنا انه يا اخي كلهم على العين والراس، والله يا محسن انه يقدم نفسه، والله يا ابن عمره، والله يا ابن جليغم، والله يا ابن جخير. بالله ايش قلت انت؟ رجع الكلام يا اخي، رجع كلامي. يقول غطى على الجبل الان ثواني يا ابن الحلال يا اخي، انا بتكلم انا ليش احنا نروح للمتسابقين؟ هو المتسابقين استقصد بغطى على الجميع. يا اخي اسحبها واعتذر، الله يقطع ذا النقطه. خلاص يا ابن الحلال تبغاها كذا؟ خلاص بس خلاص، اعوذ بالله من الشيطان يا اخي. ممتازه، اعوذ في الحنجور قعدتنا. طيب يا اخي هذا نقد مسالم ما يبغى يخسر احد. طيب خلونا نشوف.